ولدينا القضاة من جمهورية مصر الشقيقة، سلوفاكيا والسعودية، المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورومانيا وجمهورية الإسلامية الإيرانية. بداية الجولة الأولى بين منتخب الهند وكازاخستان. اللاعب كومار من الهند يقف في وضعية الاستعداد الأرثوذكس، واللاعب الكازاخي كما تحرص كازاخستان وأوزبكستان على وجود اللاعبين الأعصر لإثبات الأفضلية. هل سيتم التعامل مع هذه المعادلة؟ أفضلية وتفوق للجسم الهندي في الأوزان، في معظم الأوزان في هذه البطولة، تفوق الجسماني ما شاء الله لصالح الجانب الهندي سواء في أوزان السيدات أو أوزان الرجال، ولاعبين ذو مهارة عالية كسروا القاعدة في خلال الخمس سنوات الماضية وتمكنوا من نزاع أوزبكستان وكازاخستان. ما شاء الله حكمات قوية مؤثرة من الركن الأحمر، والكازاخي يبدو أكثر ثقة وتحديدا، لكن لازلنا في الدقيقة الأولى وعشر ثواني من مجريات اللقاء في الجولة الأولى. الحكم في حالة ترقب والنصائح المستمرة. هيدز أب في الريد كورنر، نصائح الحكم. الحكم يتوجه إلى جهة الجذع يتمكن من رؤية اللكمات جميعا. اللاعب الكازاخي و 1 2 واللاعب الهندي في الكاونتر اتاك، ارجع واحرص على الرأس عاليا يستكمل النزال. الدقيقة الثانية لعمر الجولة الأولى. اللاعب الهندي واللكمة خطافية يسرى. لاعب الهند تفوق الجسماني، واللاعب الكازاخي في الوضعية الأعصر. من سيكون الفائز في هذا اللقاء؟ علينا متابعة ثلاث جولات من المتعة حتى نعرف الفائز. لكمة خطافية يمنى إلى الذقن الركن الأحمر، ولكمة صاعدة يسرى، وهجوم قوي كازاخي في نصف ثانية، نصف دقيقة الأخيرة من عمر زمن الشوط الأول أو الجولة الأولى. اللاعب الهندي والثقة أيضا، لكمات قوية مستقيمة وخطافية يمنى. الميقات يعطي إشارة لكلا اللاعبين باقتراب انتهاء الجولة الأولى، وكل منهما يخرج ما في جعبته قبل الذهاب إلى الزاوية وأخذ قسم الراحة بعد جولة استكشافية يتحكم الآن فيها المدربين في مجريات اللقاء. انظروا إلى هذه اللقطات، الإعادة بالبطيء مقدمة من المخرج. كلا اللاعبين يحاولان السيطرة على مجريات اللقاء وإقناع القضاة بأفضليتهما للفوز. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه البطولة القارية. Second out. هناك أسباب عديدة للنجاح وللتنظيم بشكل باهر ومشرف لكل الدول العربية، وهناك مشاركات من الدول العربية وإشادة بدور الإمارات القيادي والإداري. ما هو الجديد القادم؟ لكمات صاعدة، لكمات خطافية، لاعب الركن الأزرق، تكنيك جيد في الزوغان والهروب والالتفاف والدوران، رائع من الركن الأزرق. و
وهجوم قوي من اللاعب كومار في الركن الأحمر. هجماته قوية ومؤثرة ومقارنة بالتفوق الجسماني لديه لكمات سريعة وقوية. اللاعب الأزرق ولكمات صاعدة يمنى ويسرى. لاعب عنيد ويبدو الأكثر ثباتا وثقة. لكمة خطافية لكن يمنع فيها الالتفاف. لكمة صاعدة يمنى تصل إلى الجذع الأزرق. لكمة صاعدة في القفاز. لكمة من الركن الأزرق اليد اليسرى. كالحلبة تهتز بهؤلاء الأبطال الثقال. لكمات قوية وزن ال 75 وزن الوسط. وزن المتوسط والمباراة القوية التي تجمع الهند وكازاخستان. اللقاء 15 لمجريات اللقاءات خلال اليوم الثالث في عمر البطولة. نصائح من كلتا الزاويتين إلى لاعبيهما بالتكنيك والتكتيك وببعض الحلول التي قد تساعد في حل هذه المعادلة. كلا اللاعبين يتمتعان بمهارة عالية وبقدرة على الهجوم والتصدي والدوران. لكمة خطافية يسرى من الركن الأحمر تصل إلى الفك الكازاخي الأزرق الحديدي. لكمة مستقيمة يمنى أيضا تصل إلى هدفها مع لكمة يسرى مستقيمة نحو الفك الأحمر. توفوق جسماني للاعب الهند ولكمات صاعدة. يعتمد كثيرا اللاعب الأحمر على اللكمات الصاعدة وتكنيك جيد. لكمة خطافية قوية يسرى من لاعب الركن الأحمر لاعب كومار. ولكمات مستقيمة يمنى من أو يسرى من اللاعب الأزرق. لكمة صاعدة يسرى من اللاعب الأزرق واستخدام الحلبة بشكل صحيح للزوغان والدوران والالتفاف على الخصم. 10 ثواني حتى نهاية الجولة الثانية ويأتي فيها اللاعب الهندي بشكل أفضل. نعم النصائح الأرجنتينية تؤتي أكلها في انتظار الراحة دقيقة ونبدأ من جديد. قسط من الراحة التقاط الأنفاس أخذ بعض الرشفات من الماء قليل من الثلج وقليل من المساج في الزاوية الزرقاء والمزيد من لقطات البطيئة من مخرج اللقاء. لكمات قوية لكمات صاعدة لكمات لها معنى كثير في دور الربع النهائي تضمن لصاحبها التأهل لنصف النهائي. خروج المساعدان خارج الحلقة لبدء الجولة الثالثة وتبدأ فعلا مجريات الجولة الثالثة والأخيرة في عمر هذا اللقاء. لكمة صاعدة يمنى من اللاعب الركن الأزرق الكازاخي ولكمة قوية واللاعب الهند يواصل السيطرة على مجريات اللقاء لكن أشيد باللاعب الركن الأزرق بالثبات والتصرف الجيد أمام اللاعب الهندي القوي ذو البنيان الأضخم في هذا اللقاء. لكمة يمنى مستقيمة قوية من اللاعب الهندي ولكمة صاعدة. بدأت الهند في العقاب لبطل الأمس اللاعب الكازاخستاني الذي يمثل دولة كازاخستان الذي سيطرت سنين على المركز الأول. اللقاء في الجولة الثالثة يأخذ شكل تنافسي كبير. لاعب الهند قد شحن. ماذا يفعل المدرب الأرجنتيني في الزاوية الحمراء؟ بمجرد رجوع اللاعب للزاوية الحمراء يصنع السحر الأرجنتيني.
الذي يحول مجريات اللقاء رأسا على عقب. تحية للمدرب. وهنا بطل الأمس الكازاخستاني لا يستطيع التحدث بالهندية في هذا اللقاء. اللاعب الهندي يرقص على الطريقة الهندية ويتقدم بلكمات قوية ومؤثرة، إضافة إلى التفوق الجسدي. اختبار صعب اللاعب الكازاخي، فعل كل شيء في الملاكمة إخوان المشاهدين أعزائي الملاكمين في كل الأقطار وحول العالم. أنا أضع نفسي مكان اللاعب الأزرق ولكمة خطافية يمنى من ركن أحمر. يا إلهي ما هذه اللكمات؟ لكمات قوية، لكمة صاعدة يسرى من كازاخي. الهضبة الكازاخية تضرب بكل ما أوتيت من قوة ولا تجدي نفعا مع أبطال الهند. الحلبة تشتعل هنا أعزائي المشاهدين في الجولة الثالثة في الدقيقة 22 دقيقة. لكمة خطافية يمنى وتدفع يسرى من اللاعب الهندي كومار، ولكمة نحو الجسد يمنى ويستمر في العقاب لبطل الأمس. لكمة صاعدة يسرى نحو الفك. تحية للاعب الكازاخي على تحمل هذه اللكمات القوية والظهور بهذا الأداء المشرف أمام الوحش الهندي القادم من دلهي كومار. يا ربا يا كومار، ما هذا الذي يحصل أمامنا؟ نقول نستعير الجملة، والله أعلق وصفي. انتم في بار فعلا، والله علق وصفق. لقاء دولي، لقاء قاري، لقاء من اجود اللقاءات التي قدمت في البطوله. يا رباه ما هذا، ما هذا الذي يحدث امامنا؟ اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه دبي الرياضيه، قناه ابو ظبي، انتظروا معنا القرار، من سيكون الفائز بهذا اللقاء الصعب؟ كل اللوم على Ladies and gentlemen, the winner by split decision in the blue corner قرار منفصل لفوز اللاعب الركن الأزرق والروح الرياضية للبطلين، الفوز بقرار 3-2.